بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة وقفة مع البشارة والتهنئة بشهر رمضان. شهر رمضان شهر الخيرات والبركات، شهر تعظم فيه الرحمات، وتعظم فيه مغفرة رب الأرض والسماوات، وهو خير للمؤمنين مما يجمعه الناس في دنياهم. ولذا حق لأهل الإيمان أن يحبوا شهر رمضان، وأن يفرحوا بشهر رمضان، وأن يهنئ بعضهم بعضاً بشهر رمضان. فقد كان حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بشهر رمضان، وفي ضمن ذلك تهنئتهم بشهر رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلة الشياطين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتاكم رمضان شهر مبارك، كتب الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يا لها من بشارة، ويا لها من تهنئة بهذا الشهر العظيم. أتاكم رمضان، إنه اسم يدخل السرور على قلوب المؤمنين. شهر مبارك باركه الله عز وجل وجعل فيه البركة للمؤمنين، كتب الله عليكم صيامه، ففيه الصيام المفروض، وفيه من الخيرات ما يأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. فبحول ربنا سبحانه وتعالى نلتقي في الحلقة القادمة مع وقفات مع هذا الشهر المبارك، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.